أهلا بكم مهمسية طيبة تشاهدون ريال مدريد يطلب خدمات رياض محرز. وسيم قداري لاعب إسبانيول جديد الخضر شهر سبتمبر المقبل. فريق إيطالي يخطط للتعاقد مع هشام موداوي. المنتخب الأولمبي يحضر للألعاب العربية بداية من 5 جويلية المقبل. لابد أنكم تعرفتم على هذه الصورة. لاعب نادي إسبانيول والمنتخب الإسباني أقل من 20 سنة حسب البث المباشر الأخير الذي نشره مؤمن قاسي في صفحتها اليوتيوب وكذلك الفيسبوك، حيث أشار الصحفي أن عدة لاعبين جدد سيلتحقون بالخضر شهر سبتمبر المقبل، وأكد على لاعبين ومدافع من الدوري الإسباني يتابعوا الكوتش جبال بالماضي. وحسب التقديرات فإن هذا المدافع هو وسيم قداري ابن مدينة قسنطينة ولاعب نادي إسبانيول والذي يلعب حاليا لمنتخب إسبانيا أقل من 20 سنة. ريال مدريد يطلب خدمات رياض محرز. كشفت التقارير الإعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للظفر بخدمات اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال الفترة الصيفية المقبلة، ويسعى الميرينغ لاستغلال وضعية محرز المعقدة في السيتي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي يشهد ثورة كبيرة على مستوى تشكيلة الفريق الملكي. أكدت ذات التقارير بأن إدارة الريال مستعدة لدفع مبلغ 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات رياض محرز، وهو المنشور الذي يؤكد ذلك. لريال مدريد إي انتريسي بار رياض محرز أن أكور أوتر دو 20 مليون دورو بوري كونفكر ما سيتي ليكيب فيا دي زاد فوت. فريق إيطالي يخطط للتعاقد مع هشام موداوي. يتواجد اللاعب الدولي الجزائري هشام موداوي في مفكرة نادي بولونيا الإيطالي تحسبا لضمه خلال الفترة الصيفية المقبلة. وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن متوسط ميدان الخضر ضمن قائمة مصغرة لتعزيز صفوف بولونيا الناشط في الدرجة الأولى الإيطالية. وحسب ما ذكرته صحيفة كوريري ديلو سبورت الشهيرة، فإن إدارة النادي الإيطالي تضع في مفكرتها هشام موداوي لاعب نادي ليس الفرنسي من أجل التعاقد معه بعد المستوى الكبير الذي قدمه. وشارك نجم المنتخب الوطني في 35 مباراة مع نيس في موسم 22-23، سجل خلالهما هدف وقدم تمريرتين حاسمتين. ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية للاعب الجزائري تبلغ 7 ملايين يورو بزيادة 2 مليون يورو مقارنة بما كانت عليه في شهر نوفمبر الماضي. تحضيرا للألعاب العربية من 5 إلى 15 جويلية المقبل، المنتخب الأولمبي ينطلق في تربصه بالجزائر العاصمة. انطلق المنتخب الأولمبي في تربص إعدادي بالرويبة تحسبا للمشاركة في الطبعة 15 من الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر ما بين 5 إلى 15 جويلية المقبل حسب ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وحسب ما جاء في بيان فاف أمس السبت، فإن 21 لاعبا سجلوا حضورا في المعسكر باستثناء 7 لاعبين من اتحاد العاصمة ومدية الجزائر الذين كانوا ملتزمين مع أنديتهم بمناسبة الدربي الذي يدخل ضمن سويس روزنامة الجولة 23 بالبطولة المحترف الأول، ويكونوا قد انضموا أمس إلى تعداد الخضر في فندق أمستردام بالرويبة. كما أضاف ذات البيان أن مدير الفني الوطني مصطفى بسكري رفقة مساعده زهير جلول قام بزيارة تشجيعية لعناصر المنتخب الوطني وحفزهم لتقديم دورة مشرفة، وسيتم التربص إلى غاية الغد الاثنين بعدما سيتم تسريح اللاعبين والطاقم الفني لقضاء إجازة عيد الأضحى، وستستأنف التحضيرات بتاريخ 30 جوان والانطلاق في تربص تحضيري بولاية عنابة تحضيرا للدور الأول لدورة الألعاب العربية بمواجهة المنتخب العماني في الجولة الأولى بتاريخ 2 جويلية. وسيكون الخضر يوم 5 جويلية مقبل أمام تاريخ اختبار في المنافسة العربية عندما يلاقي المنتخب السوداني في ثاني جولة الدور الأول قبل التباري ضد المنتخب الليبي لحساب الجولة الثالثة المقررة يوم 8 جويلية من نفس الشهر. يذكر أن اللجنة العليا لمنظمة الألعاب العربية اعتمدت على صيغة تأهل فريقان أولان عن كل مجموعة إلى دور نصف نهائي عقب عملية سحب القرعة التي جرت بالمدرسة العليا لفندقة بحضور ممثلي هيئات رياضية عربية.